تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. أضع صحيح أو خطأ أمام عبارة: التنوع الثقافي هو عامل ضعف لتطور المجتمع. التنوع الثقافي هو عامل ضعف، أحسنتم، خطأ. التنوع الثقافي هو عامل قوة وليس ضعف. يستوي الذكر والأنثى في كثير من مجالات الحياة. يستوي الذكر مع الأنثى في كثير من مجالات الحياة. جيد، صحيح. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في وطني. طبيعة الحال، صحيح. اللغة العربية هي اللغة الرسمية. الحايك هو لباس تقليدي جزائري. جيد، إجابة صحيحة. التعايش مع الآخرين في سلام ومحبة وأخوة. التعايش مع الآخرين في سلام ومحبة وأخوة. جيد، صحيح. المالوف هو أكلة تقليدية. المالوف عبارة عن غناء وليس أكلة. أحسنتم، خطأ. نراجع. التنوع الثقافي هو عامل ضعف. خطأ، هو عامل قوة. يستوي الذكر والأنثى في كثير من مجالات الحياة. صحيح. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في وطني. صحيح. الحايك هو لباس تقليدي جزائري. صحيح. أتعايش مع الآخرين في سلام ومحبة وأخوة. صحيح. المالوف هو أكلة تقليدية. خطأ، لأن المالوف هو غناء وليس أكلة. التمرين الثاني، لدينا أربع كلمات أو خمسة: الأجدادي، المجتمعي، الاختلافات، قوة، الأجيال. نضع الكلمات في الفقرة. التنوع الثقافي هو، أحسنتم، هو الاختلافات. التنوع الثقافي هو الاختلافات الموجودة بين أفراد، أحسنتم، المجتمع. والتي ورثها، من الذي ورثها؟ أحسنتم، الأجيال. الأجيال، عاني، جيد، عن الأجداد. وهو عامل، أحسنتم، قوة وليس ضعف كما ذكرت في التمرين الأول. قوة للمجتمع وتطوره ونهضته. نعيد قراءة الفقرة. التنوع الثقافي هو الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثها الأجيال عن الأجداد، وهو عامل قوة للمجتمع وتطوره ونهضته. التمرين الثالث، ألون مقومات المجتمع الجزائري. لدينا مقومات المجتمع الجزائري: العروبة، الثروات الطبيعية، الإسلام، الأمازيغية، البحر الأبيض المتوسط، واللغة الفرنسية. ألون المقومات. هل العروبة من مقومات المجتمع الجزائري؟ أحسنتم، العروبة من مقومات المجتمع الجزائري. ألون بيضاء. الثروات الطبيعية، هل هي من مقومات المجتمع الجزائري؟ لا، ليست من مقومات المجتمع الجزائري. الإسلام، طبيعة الحال، هو من مقومات المجتمع الجزائري. ألون. واصل. الأمازيغية هي كذلك من مقومات المجتمع الجزائري. أحسنتم، نلون. البحر الأبيض المتوسط ليس من مقومات المجتمع. اللغة الفرنسية ليست كذلك من مقومات المجتمع الجزائري. إذن مقومات المجتمع الجزائري: العروبة، والإسلام، واللغة الأمازيغية. ننتقل إلى التمرين الرابع. باعتبار أن الإنسان يعيش مع الجماعة، لهذا من واجبه احترام الآخرين مهما كانوا مختلفين، ويتعايش معهم في محبة وأخوة. اذكر ثلاث تصرفات تدل على تعايشك وتقبلك للآخرين. صفات تكون لديك دليل على أنك تتعايش وتتقبل الآخرين.
أولا يجب أن من بين الصفات أن أتواصل مع أصدقائي عبر كافة الوطن أو عبر أنحاء الوطن. نكتب أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن وليس فقط من الولاية التي أسكن فيها. الصفة الثانية، يجب أن أحترم رأي الآخرين. إذا كان رأي الآخرين مختلف عن رأيي يجب أن أحترمه، معناه أحترم رأي زميلي، أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. إذا كان زميلي لديه رأي مختلف عن رأيي يجب احترام رأي زميلي، وهذه من صفات أو تصرفات دليل على أني أتعايش مع الآخرين. وصفة أخرى تاني، يجب أن أتسامح مع أصدقائي. إذا غضب مني زميلي أو صديقي أن أتسامح معه. نكتب أتسامح مع صديقي إذا إن غضب مني، إن غضب مني. هذه تصرفات دليل على التعايش مع الآخرين. نراجعها، أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن، من كافة أنحاء الوطن أماكن بلادنا. أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي، إذا كان رأي زميلي مختلف عن رأيي يجب أن أحترمه. أتسامح مع صديقي إن غضب مني، إن غضب مني زميلي أتسامح معه. وهكذا انتهينا من حل اختبار مادة التاريخ. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.